السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة ومعاكم تامر. احنا بقالنا كتير ما نزلناش فيديوهات على القناة، ولكن إن شاء الله الفترة الجاية هنبتدي ننتظم في الفيديوهات وهنقدم لكم كل جديد. وفي البداية لو أنت مش مشترك في القناة ياريت تشترك في القناة، وكمان فعل زر الجرس على الكل ودعمنا بلايك للفيديو. النهاردة هنتكلم عن تطبيق جيم بلوجنز. التطبيق ده اتكلمنا عنه في حلقة قبل كده، واتكلمنا ازاي البرنامج ده بيقدم لنا مميزات كتيرة جدا، من ضمنها بنعرف عدد الفريمات للعبة، وكمان بنعرف استهلاك الجي بي يو، وكمان استهلاك السي بي يو، وكمان بنعرف درجات الحرارة واستخدام الرامات. ولكن النهاردة في تحديث جديد نزل للتطبيق ده، وهو اي لعبة زي لعبة بابجي او كمان لعبة كول اوف ديوتي او اي لعبة من العاب التصويب، قدروا يعملوا تحديث جديد بيساعدك على التصويب بدقة، وده اللي هنقدر نتعرف عليه النهاردة من خلال تطبيق جيم بلوجنز. انا هسيب لكم رابط التطبيق في اسفل الفيديو. وللعلم التطبيق ده بيشتغل فقط على اجهزة سامسونج وبعض اجهزة سامسونج، مش كل اجهزة سامسونج. فلو قدرت تدخل على الرابط وتحمل التطبيق من جالاكسي ستور هتقدر من خلاله تشغله على الموبايل بتاعك، ولو مش موجود فما تتعبش نفسك لان التطبيق ده محتاج امكانيات عالية في بعض الاجهزة. وهنبدأ نتعرف على التطبيق ونفتحه. هيظهر معانا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. زي ما انتوا شايفين في عندنا كذا اختيار، الاختيارات دي علشان نبدأ نفعلها هيطلب منك تنزيل ملفات لكل تطبيق من اللي احنا شايفينه ده. عندنا طبعا حاجة اسمها إدارة حدود وقت اللعب، يعني تقدر لو في حد من أبنائك بيلعب أو أنت بتلعب جيمز كتير تقدر تحدد الوقت بتاعك. كمان عندنا هنا حاجة اسمها تخصيص الأداء للاعبين، ودي أهم أداة في التطبيق هنفتحها بالشكل ده. جايب لنا هنا كل الألعاب اللي موجودة في التليفون بتاعنا. لو احنا مثلا فتحنا لعبة أسفلت 9 وضغطنا عليها كده هيجي لنا هنا حاجة اسمها الوضع التلقائي، وعندنا هنا في حاجات تحت أيقونات زي توفير الطاقة وتوازن والحد الأقصى للإطارات وجودة عالية ومخصص. طبعا لو انت اخترت جودة عالية من هنا زي الأيقونة اللي انا مأشر عليها دلوقتي اللعبة هتلعب معاك بأعلى أداء، ولكن هتستهلك طاقة كبيرة جدا من البطارية. ولو انت دخلت على مخصص وقلنا تطبيق ورجعنا كده رحنا للعبة بتاعتنا، لازم نفتح اللعبة بالشكل ده ورفعنا لفوق كده هيجي لنا هنا الخيارات بتاعة الأداء. عندنا هنا التركيز على توفير البطارية، وعندنا هنا التوازن ما بين توفير البطارية وما بين الوضع التركيز الأداء العالي، وكمان لو احنا وديناه كده للآخر هيبقى التركيز على الأداء وده أعلى جودة للأداء. كمان عندنا هنا جودة الرسومات ممكن تتحكم فيها من خلال المؤشر ده، فأنت ممكن تخليها على أعلى نسبة، وكمان عدد الإطارات في الثانية اللي هو عدد الفريمات كمان تقدر تخليه على أعلى حاجة. وبالنسبة للسطوع ممكن تتحكم في السطوع بتاع اللعبة سواء كان 30% أو 100%، وممكن تعمل كل الإعدادات دي على كل الألعاب من خلال الاختيار ده ونقول له تطبيق على كل الألعاب، وبعد كده بنقول له تطبيق هنا هنقول له موافق. ولو رجعنا كده خطوة لورا هنلاقي كل الألعاب اتطبق عليها الوضع المخصص لأعلى جودة في إعدادات الألعاب. وعندنا هنا بعض الاختيارات زي جيم كلوك اللي برضو بتقدر من خلاله تتحكم في الوقت بتاع النوم بتاعك، ان انت يديك انذار يعني زي تنبيه كده تقدر من خلاله تحدد الوقت اللي انت هتلعبه. كمان هنا تقدر تعمل صور متحركة بصيغة جيف، او كمان تقدر تصور نفسك فيديو اثناء اللعب من خلال جيف كرياتور. هنا بتقدر تتحكم في كل الكلام ده بكل سهولة. وطبعا عندنا هنا أداة عرض مؤشرات النظام جايب لنا هنا الإطار في الثانية، طبعا لازم نعلم على الكلام ده كله. هنا وهنا وحدة المعالجة المركزية هنخليها مفتوحة، وأداء الجي بي يو ودرجة الحرارة واستخدام الذاكرة،
وكمان تحديد الدرجات الحرارة سواء كانت مئوية أو فهرنهايت، فإحنا هنخليها درجة حرارة مئوية. ولكن الجديد هنا والتحديث المميز اللي الناس كلها بتبحث عنه هو مساعد التصويب، وده التحديث الجديد اللي نزل فيه التطبيق ده. وطبعا احنا هنضغط عليها كده وهنفعلها من هنا، ويخلونا كده نبدأ اي لعبة ونشوف اداة التصويب دي بتشتغل ازاي. هنفتح معانا لعبة ونروح على جيم بوستر بلس، وهنختار مثلا لعبة كول اوف ديوتي، ونضغط من اعلى هنا على بلاي. هتفتح معانا اللعبة بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين في هنا اداة التصويب ظهرت معانا باللون الاخضر ده، وهقول لكم ازاي نتحكم في لونها وكمان ازاي نتحكم في الحجم بتاعها. كمان لو لاحظت هنا هتلاقي اداة مؤشرات النظام هنا جايب لنا الاطارات في الثانية، ووحدة المعالجة المركزية، والجي بي يو، ودرجة الحرارة، وكمان الذاكرة العشوائية اللي هي الرام. طبعا دي اداة مهمة جدا بتخلينا نعرف قوة الجهاز بتاعنا اثناء اللعب، وكمان بنراقب وحدة المعالجة المركزية وكمان الجي بي يو ودرجة الحرارة، فهي اداة مميزة جدا جدا جدا. طبعا اللعبة دلوقتي بتفتح معانا، لغاية ما اللعبة تبدأ معانا هعرفكم ازاي بنظهر العلامة بتاعة التصويب اللي موجودة قدامنا دي. هتلاقي عندك في الجانب في الاعلى على الشمال في عندنا هنا كيرف كده صغير، هنضغط عليه ضغطتين في المنطقة دي هيظهر معانا الاعدادات بتاعة البرنامج لكل اداة. احنا هنا عايزين نظهر اداة التصويب وهي موجودة في الاسفل، هنضغط على المؤشر ده وهيجيب لنا هنا الشكل بتاعها زي ما انتم شايفين، بقت نقطة او بقت بالشكل ده او بالشكل ده، تمام، او حتى بالشكل ده او بالشكل ده. كمان هنا ممكن تزود الحجم بتاعها او تصغره، وتقدر كمان تتحكم في اللون بتاعها، وانا هخليها باللون الاخضر ده، تمام. خلونا كده نبدأ اللعبة. تمام. زي ما انتم شايفين العلامة بتاعة التصويب بتدي دقة كبيرة جدا للعب. هوريكم دلوقتي السلاح اللي معايا ده. شايفين دقة في التصويب حتى من غير ما اعمل زوم. هنا يا جماعة الأداة جميلة جدا جدا. كمان لو لاحظنا هنلاقي هنا عدد الاطارات 47 اطار، ووحدة المعالجة المركزية، تمام، والجي بي يو استخدامه 59% ودرجة الحرارة 46 درجة، واستخدام الرامات 37%. وزي ما احنا شايفين احنا هنضغط مرتين كده في الطرف فوق هنلاقي
كل الادوات اللي نقدر نستخدمها اثناء اللعب بشكل جميل جدا. ممكن تاخد صور جيف من هنا وتضغط على دي على العلامة دي، وهو هنا دلوقتي بياخد صورة متحركة ويحفظها في الجهاز. تمام، اهو سيف ان جيف جاليري. والتطبيق زي ما انتم شايفين تطبيق في منتهى الجمال والروعة، وكان تحديث رائع جدا من شركة سامسونج لدعم الألعاب للأجهزة. فأتمنى ان انتم تجربوا التطبيق ده، وهسيب لكم الرابط في أسفل الفيديو. ولو عجبك الفيديو ياريت تدينا لايك وكمان تعمل لنا شير على مواقع التواصل الاجتماعي. سلام.